يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يشير علينا فضيلتكم بقراءة كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟ يخيركم، لأنه فيه كلام ما تفهمونه، وابن القيم يحاول أنه يخلصه من المزالق ومن، فلا أشير عليكم بقراءة. هو فيه مباحث عظيمة مفيدة جدا، الذي يقرأ المباحث المفيدة ويترك مناقشته للهروي ربما يستفيد، أما الذي يدخل في مناقشة مع الهروي هو ما يخرج بشيء. نعم.